ناخد مدام ريهام. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. حضرتك حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. الحمد لله تمام. كنت عايزة اسأل حضرتك بس بخصوص يعني سؤالين بس كده. اتفضلي. اول سؤال، لو انا مثلا جوزي بيبص على ست مثلا بره غيري، يعني وانا ماشية معاه، فانا ببص في السما طول الوقت، ان انا ما بتكلم ما بيحصل مشكلة، فبضطر ان انا ابص في السما يعني واحزن ربنا او بفوض امر لربنا، بس هو ده اللي انا بعمله. طبعا ببقى زعلانه وحزينه من جوايا لان انا بحبه، ولما بكلمه في النقطه دي مثلا وانا ماشيه بيحصل مشكله كبيره، يعني ممكن ان هو يمد ايده او يغلط او طول الوقت ما حصلش انت بتقولي كده، لا ايوه يعني ما ايه، عملتش كده، يعني ايه بيبص؟ ما احنا واحنا ماشيين، يعني انا ببقى شايفاه بيبص مثلا في ست ماشيه في الشارع فبيغير وشي يبص عليها. تمام. بس دي اول سؤال يعني، وارجو الرد فيه لان انا حاسه ان هو ده يعني ايه ممكن يكون موقف رزقه شويه او حاجه. تاني سؤال بقى، ان انا طب ساعات هو لما ربنا، سلوكياته، بقيت سلوكياته معاك يعني؟ لا هو كويس جدا حرام، بس هو يعني عصبي عصبي قوي، وممكن بعد الاوقات بيمد ايده. انتي بتستفزيه؟ مش بستفز ولا حاجه، مش حد يعني عايز حياته تبقى وحشه، بس انا ممكن اكون عصبيه بسبب ان انا بشوفه، يعني انا يعني انتي كل اي ما هو ست ماشي بعادة تبقى معاكي، مالي عيني جوزها يعني. ما هو بس هو على فكرة هي المشكلة عندك مش عنده. لما يعني انت طول ما انت ماشيه معاه في الشارع مركزه معاه، هو بيبص على مين وعينيه رايحه فين وبيدور وشه ازاي وبيعمل ايه، فانت ماشيه والله معاه مراقباه طول ما انت لا ماشيه. مش مراقباه والله، بس هو الموضوع ممكن يكون بيتكرر كتير فده بيضايقني. بس طب مش انتي ممكن تبقي تكون قاعدة انت، برضك بتكلمي جوزك وجوزك يعني عينيه تبقى سايباكي وبيبص في حتة تانية، مش يمكن ده بدون تكوني انت قصد يعني. بيتهيألك ده؟ يعني مش والله ممكن احنا مش تكوني انت، ملايكة، بس انا مش ما انا ملايكة بس بتكلم بس معاكي واحده واحده عشان يعني ايه، انا ممكن ابقى عارفه احساسك. مش ممكن والله انتي انا تبقي زيه وشبهه. مزوداها شويه عشان انتي جواكي احساس انك مش ماليه عينه؟ لا والله هو بيحبني وانا بحبه والحمد لله، الدنيا ما بيننا طب تمام، يا ستي عايزه ايه بقى؟ النقطة دي الوحشة اللي فيه يعني، ما هو ممكن تبقي فدي انتي النقطة دي مزوداها مضايقاني قوي حبتين. يعني وتعباني. بس خلي بالك انتي ممكن تزودي الموضوع ده عنده، يعني انتي من غير ما تحسي ممكن انت تزودي الموضوع ده عنده، لكن ما توقفيش على كل حاجه. ممكن يكون الراجل غصب عنه في واحده معديه، بس هو نظره بيبص على حاجه تانية خالص على فكره، مش بيبص على الست. فهماني؟ ودي سؤالك التاني. طيب يعني ما علينا، مش مشكلة الحمد لله. السؤال الثاني بقى، ان انا هو لما ربنا ميسر له اموره يعني في الشغل، انا باخد من جيبه فلوس، هو مش مخليني عايزه حاجه قبل اي حاجه يعني، اللي بعوزه بيديهولي مصروفي والبيت والولاد وكله، بس انا باخد من جيبه يعني ايه، ساعات هو على الله شغله مش في حته معينه، فساعات مثلا ايه الدنيا بتقف معاه فجاه كده فبيحتاج فلوس، انا ما عنديش حد اخد منه، فبضطر ان انا اخد من جيبه 200 350 اي حاجه يعني اي فلوس ما بتقوليلوش ليه؟ بشيلها. لا ما بقولهوش، بس ليه؟ هو عارف. ما بقول، هقول لحضرتك، بشيلهم له وقت ما بيقعدهم بياخدهم موبي زياده يعني 50 وبيبقى 60 عارف ان 1000. الفلوس اللي انت بتديهم له دول انت واخداهم من جيبه؟ ايوه، وانا كلمته لا بقول له انا سالفهم من حد عشان يرجعوا لي تاني واشيلهم تاني واديهم له تاني موبي زياده، مش عارفه ده صح ولا غلط، بس انا قبل كده كانوا قاعدين قاعده كويسه وقلت له انا باخد فلوس من جيبك، وانا لو مت انت هتسامحني؟ قال لي انا مسامحك، انا عارف ان انت الوحيده اللي واقفه جنبي وبتفكيني وانا ماليش غيرك. فانا برضك بسال، ده حلال ولا حرام؟ يعني اتمادى فيه ولا بلاش؟ انا قادره ان انا اوقف نفسي عن الموضوع وقادره ان انا اتمادى في الموضوع، يعني مش عاده فيا. فده صح ولا غلط؟ هو يعني راضي عن دوت، بس ساعات بيبقى زعلان يعني من الموقف كده ويقول لي انت خدتي فلوس من دي، بقول له لا، يقول لي طب انا مش مسامح، بس انا حاسه ان انا مش من قلبه يعني. طب بتقولي له لا ليه؟ الراجل كويس وجميل معاكي ما اهو، بيبقى هياخدهم مني. من غير ما ياخدهم منك قولي له، يعني ظبطي الامور معاه، قولي له لما يبقى معاك فلوس زياده هات 200 جنيه اشيلهم، هات 100 انا جنيه والله اشيلهم، هات. سايباه واقفه جنبه جنبه طب وليه يعني وانتوا الحمد الاتنين لله. جمال اهو، ربنا يبارك لكم ببعض، يعني الحاجات البسيطه دي بلاش بقى. وفضيله الشيخ طبعا هيفيدك اكتر مني. تابعينا يا ريهام. طيب ناخد اول سؤال بقى. الأستاذة ريهام، يعني هي حساسة شوية في الموضوع، ومن بغيش الزوجة، يعني بيقول لك سيد قومه المتغافل، اللي يغمض عينه شوية، يعني مش لازم أقف على الواحدة وهي ماشية معاه، أنا حاسس إن ماشية عاملة له كده، عمالة باصة لعينيه كده،
وطبعا هو ممكن ماشي وممكن هو مش واخد باله وممكن يبقى فيه الخلق ده، بس ما اظنش، ممكن ما فيش اي حاجه والراجل بيبص عادي ماشي. اصل هو لو عايز يبص هيبص وانت مش موجوده معاه، مش هيبص اكيد وانت ماشيه معاه. وبعدين انا عايز اقول للاستاذه ريهام، طب انت هتعملي ايه وهو رايح رايح الشغل وجاي من الشغل ان شاء الله؟ بالظبط. طب ما هو رايح الشغل وجاي من الشغل وخارج، ده انت هتخرجي مثلا مع مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع وهو رايح جاي لوحدي، فهتعملي ايه؟ فاذا يعني عايز اقول لها انت غمضي عينك شويه، بلاش تركزي، لان التركيز احيانا هيتعبك. وكذلك اي انسان بلاش تبقى كل حاجه انت عايزها في الانسان اللي قدامك 100%، ده مش هيحصل. ما هو محدش بياخد كل حاجه فاضل. بالضبط، ده مش هيحصل. طالما الانسان عفيف وبتاع وكويس معاكي، يبقى نغمض عينينا عن مثل هذا وما ركزش معاه وما نبهوش ان انا واخده بالي. طبعا. عشان ما ايه؟ خليكي ذكيه. بالضبط، ما تنبهوش الى هذا الامر. ممكن هو بيعمله بعفويه، ناس بتعمله بعفويه، ما فيش في نيته حاجه، فانت هتنبهيه لحاجات هو ممكن مش واخد باله منها كويس.